الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم نجدد التحية، شكرا على الزميل عبد الله عثمان العمدة على البركة على التوفيق. ينطلق شوط جديد حاملا الآمال حاملا الأسماء الكبيرة، 57 اسم لامع في هذه الانطلاقة، بحثا عن الناموس، بحثا عن الخير، بحثا عن المنافسة المشرفة في هذه المسيرة للمشاركات، أشواط أصحاب السمو والشيوخ والأمراء وكل عاشق لهذه المسيرة. إذن أيها الأخوة الكرام، أهني مالك مزنة لهجن الرئاسة، كذلك التهنية لمضمرها سهيل بن حمد بن دري الفلاحي على الفوز بالشوط الذي انتهى قبل قليل. ألحق بمقدمة الشوط وأرى الصدارة في المقدمة هناك وهايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي، هو متابعا هو مضمرا لهذا الاسم الكبير. بينما في المركز الثاني هناك اسم الظبي المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد هو مضمر لهذه المسيرة. بينما في المركز الثالث أيها الأخوة هنا اسم المركز الثالث الآن تدخل من الشعار الأحمر، شعار هجن الرئاسة تضميرها عيسى بن سعيد الخيلي، واسمها يا أبو سلطان غير واضح معاي، الشاهنية بنطلق عليها. عموما في المركز الآن الرابع بدوري أنتقل إلى رمحة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، هناك أيضا عبيد بن محمد بن ضبيعة هو المتابع والمضمر لهذا الاسم. بينما في المركز الخامس المداخلة والضغط القوي أيضا من الجانب الآخر من قبل بن صغان المملوك لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلف بن مطر بن علوان مضمرا في هذا الاسم. بينما المركز السابع المداخلة والضغط القوي والانتقالة من قبل هناك شعار هجن الرياس من بدأت تتدخل مع هذه المسيرة تحمل لنا الرقم 11 حمد بن شطيط الوهيبي، هو من يتابعها اسمها هملول بنطلق عليها مواقع الشعار. بينما هناك المداخلة هناك الشاهنية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان حامد بن علي بن أحمد، تاسعا وعاشرا مشكورة لهجن الرئاسة المضمر أحمد بن مايد بن مطر الخيلي مع هذه المسيرة ومع هذه الأسماء العشرة الأولى المتقدمة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الظبي، أعود إلى ظبي الفلا رمز العطاء في هذه المقدمة وفي هذه الصدارة، وتحمل الجموع هذه القيادة ما شاء الله من الأعداد الكبيرة في هذه الأشواط. هنا أيضا 57 اسم كما ذكرت هنا مشكورة تلاحقها أيضا، وهناك أيضا الظبي، وهناك أيضا الأسماء القوية، وهناك الشاهينية، وهناك الكثير والكثير من الأسماء العملاقة. عموما آخذ المركز الأول هنا الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، المركز الثاني بن ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سالم بن نايع بالشاوي هو متابعا لها. بينما المداخلة من الشاهينية، الشاهينية لهجن الرئاسة مع المركز الثالث عيسى بن سعيد الخيلي، المركز الرابع هنا أيضا المداخلة الشعار سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان مع المركز الرابع وتحمل لنا الرقم 11. بينما عملية تضميرها عند أحمد بن مطر بن مايد الخيلي مع هذه المسيرة، الله الله. المركز الخامس هنا محبوبة المملوك لسمو الشيخ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم سالم بن مطر بن حاذا الكتبي، الله 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 الله، القوة والإثارة من هذا الشعار الذي وصل بكل قوة وشعار براقة من بدأت تتبارك مع هذا القدوم المميز المملوك لهجن الرئاسة. عملية تضميرها عند السيد حمد بن شطيط الوهيبي. بينما هنا الوصول من الظبي أيضا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، وهناك أيضا اسم
عالية من وصلت في هذه اللحظات لصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. هناك راشد بن عبيد من يتابعها، وهنا أيضا وصول من مقصص اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد، خليفة بن سلطان بن رشيد هو أيضا يضمرها. الله الله، أعود مع المقدمة، أعود مع الظبي، أعود مع الصدارة، أعود مع الانطلاق الواضح على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي. بسم الله ما شاء الله على هذه الانتقالة، وعلى هنا محبوب محبوب حرير حرير، وصلت حرير مع هذا الاسم الكبير المملوكة، ولكن عالية علت العالية، عالية بأدائها، عالية بشكلها، ما شاء الله يا عالية. هذه أيضا هذه تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط المملوكة لصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وراشد بن عبيد. وهناك أيضا الضغط القوي من حرير، حرير على المركز الثاني، حرير على المركز الثاني، المملوك اسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. هناك حمد بن الضعيف هو من يتابعها. الله يا بن الضعيف، الخطر الخطر الخطر، حرير من حررت نفسها إلى الناموس، الناموس مرغم ناموس، سلام سلام دبي سلام بهذا الفوز المستحق بهذه المسيرة. هنا حرير اسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثاني عالية لصاحب السمو والأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. المركز الثالث لهجن الرياسة عند حمد بشطيط. المركز الرابع هناك الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. خامسا لسمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان عند أحمد بن مايد الخيلي. هكذا القوة والناموس والتوقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانية و6 أجزاء. هذا هو توقيت حرير أيها الأخوة. التهنئة الكبيرة لمالك حرير سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك الشكر للمضمر حمد بضعيف الاكتبي. كلمتي تعود والمايك من حيث أتى الزميل عبد الله عثمان العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان مرة أخرى نجدد التحية، وتحيتنا دائما متجددة، وشكرا للزميل حمد بن طويرش الوهيبي. نتواصل في هذه الانطلاقة